تحيتهم يوم يلقونه سلام. سؤال: أما اشتقت إلى الله؟ أما اشتقت إلى لقاء الله؟ أما اشتقت إلى تلك الدار التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث القدسي عن الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما اشتقت إلى قول الله: ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين.